ينضم إلينا خبير المال والاقتصاد الدكتور موفق السيدية. مرحبا بك أستاذ موفق. الاتفاق مع شركة توتال الفرنسية وصف بأنه أهم اتفاق نفطي بتاريخ العراق. نريد أن نستوضح منك ما هي أهم المكاسب التي قد يجنيها العراق من هذا الاتفاق؟ شكرا جزيلا، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. طبعا عندما نتحدث عن اتفاقيات ترتبط بالقطاع النفطي لابد أن نشير إلى أن هذه الاتفاقيات ينبغي أن توظف لتحقيق مزايا كبيرة للشعب العراقي، وهذا ما كنا نأمل به أن يتم منذ مدة طويلة، لكن يبدو أن خطط الحكومة تأتي إلى حد ما متأخرة، ونأمل أن تكون هذه الاتفاقية الجديدة مع شركة توتال العريقة، طبعا شركة معروفة على مستوى العالم في الميدان النفطي، نأمل أن تؤدي نوعا من الفائدة للمواطن العراقي. وبالحقيقة ما يفرح في هذه الاتفاقية هو أنها تحاول أن تستخدم ما نفقده من غاز يحرق بلا جدوى لتشغيل القطاع الكهربائي أو توليد الطاقة الكهربائية، فضلا عن وجود كما ذكرنا في سمعنا عن هذه الاتفاقية وجود أشكال أخرى لتوليد الطاقة الكهربائية، وهو ما تحدثنا عنه قبل أيام بالحقيقة في تنويع مصادر الطاقة الكهربائية، واليوم نتحدث عن نوع من أنواع الطاقة المتجددة وهو الطاقة الشمسية. طيب، في هذا المجال. طيب دكتور موفق، يعني ما الذي يضمن أن يتم تطبيق هذا الاتفاق فعليا على أرض الواقع؟ يعني نحن نعلم أن الحكومة العراقية عقدت اتفاقات كثيرة مع الكثير من الشركات الأجنبية على سبيل المثال سيمنز، لكن لا يوجد شيء على أرض الواقع. نعم، في الحقيقة لا نستطيع أن نقول أن هناك ضمان مطلق، ولكن الشركات العريقة كشركة توتال وحتى شركة سيمنز لها باع طويل في مجالات اختصاصها، وهذه الشركات لا تريد أن تتعاقد دون وجود ضمانات للتنفيذ. أتوقع هنا بالنسبة لشركة توتال عملية التنفيذ ستكون أكثر يعني بعدا في من شركة سيمنز فيما يتعلق بالميدان النفطي والقطاع الكهرباء، لأن شركة سيمنز بالحقيقة يعني تعرضت إلى ضغوطات من أطراف معينة مرتبطة بنفس القطاع، لكن القطاع النفطي هنا يختلف عن موضوع العمل في قطاع الكهرباء من قبل شركة محددة وأكو جهة ثانية تريد أن تستثمر. هنا شركة توتال في الحقيقة منذ زمن طويل تتعامل مع العراق، وهي من ضمن واحدة من الشركات التي تتعامل أيضا كشركة توتال مع الصين لاستثمار النفط في العراق واستثمار الغاز أيضا في الاتفاقية الجديدة، ولكن هذا سيأخذ مدى زمني باعتقادي، لأن الاتفاقية يعني ستبدأ دراساتها في نهاية هذا العام، وبالتالي فسوف لا نرى يعني ثمرات هذه الاتفاقية إلا بعد ربما فترة ليست بالقصيرة. الدكتور موفق سيدية الخبير خبير المال والاقتصاد، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.